أنيسة الونيسة اسمي. هذه ترى ما هي قصة، هذه هي حياتي وهذا اللي كتب. القصة إنسانة بالواقع عايشة بلا قلب، كل ما قلت ببدي بدا الطريق نصة. بنت فاقت أحلام أهلها والحب، حقيقة أو واقع هذه القصة. إنسانة بالواقع عايشة بلا قلب، كل ما قلت ببدي بدا الطريق نصة. بنت فاقت أحلام أهلها والحب. صحيح حمل كملة لا تعد ولا تحصى، لكن شنو الفايدة مليها الأوقات. صحيح حملك أملك لا تعد ولا تحصى، لكن شنو الفايدة مليها الأوقات. ما تسوى السعادة إذا فيها غصة، تختنق العبوات وتضيع نص الدرب. أبي أعيش ذاتي ما بي ذهب أو فضة، أبي أشعر إني طفلة محتاجة لأم وأب. أبي أعيش ذاتي ما بي ذهب أو فضة، أبي أشعر إني طفلة محتاجة لأم وأب. العقود اللي طلبتها جاهزه، بس باقي تشيك عليهم علشان ارسلهم بالايميل. خلاص تشيك عليهم انا بعدين. استاذ مبارك، شركه محمد كلمونا اكثر من مره وناطرين العقود. خلاص قلت لك تشيك عليهم بعدين. حولت الفلوس حق حساب عزيزه مثل ما وصيتك؟ اي نعم. ابيك تشوف لي رقم شقه ام انيسه بلندن، تكفى دق عليهم ضروري حول لي اياهم لي. ان شاء الله. شلون حصلها انا هناك؟ الجهاز مغلق الخارج من منطقة التركيز.
يرجى الاتصال في وقت لاحق. رامي، لقيت الرقم؟ دقيت؟ ما حد يرد ها؟ حاول بعد دق دق وايد. إذا ردوا عليك تحول لهم هنا تبي بسرعة. يلا قبل. هم مغلق. أم باقي التليفون والفلوس، الحين الفلوس تتعوض يا يمه، بس التليفون كل الأرقام ضرورية فيه. يا ربي شو أسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عزيزي الحين أنا أخاف الحرامية لاحقين يجدشون علينا الغرفة. لا يا يمه لا تخافين، إحنا بمستشفى وأمان والكل حولنا، وبعدين هم أخذوا كل شيء يبون، يعني ليش يلحقونا؟ عزيزي مليت، متى نطلع من هنا؟ لا تشيلوني أنا، متى يشيلونا وهي يحرقني؟ يا بعد عمري كلها كم من يوم ونطلع ونخلص نروح نتمشى كل مكان، السوق والهايد بارك. صدق متى؟ هتشوف الدكتور شو يقول ويطمننا على التقارير وتطمنين على حالتك وتطلعين حلوه قمر حبيبتي. يعني وتدخلين مع حد تتعلمين تصيرين مثل البنات الشطار، ولا ما تبي تكونين شاطره؟ ايش فيك عزيزي؟ نسيت ان انا الاولى على الكويت، يعني انا شاطره بس. أنيسة حبيبتي، سوالف قبل خلاص مضت نسيناها، خلينا نفكر باكر إن شاء الله تتعلمين بعد ما تشيل مع حد، شوفين شكلك صار حلو تطمنين زين حبيبتي وتصيرين حلوة مثل سندريلا وسنو وايت. أنا ما بيصير نفس مراكو. خلاص أصيري مثل كاروكو. عزيزة شو فيك اسمها مراكو؟ غلط، كاروكو اسمها مراكو. خلاص خلاص لا تزعلين حبيبتي، لا تلوميني، ترى على ايامنا ما كنا نجوب ماروكو، هذا كنا نجوب باباي. حياتي. وبتصيرين مثل البدر اللي انتصف نص الشهر، وبييج الامير بدر الزمان وياخذك على حصانه لبر الامان، يقول من قدي يا بختي الحظ يمني. وشافت أنيسة فارس الأحلام واسترجعت وياه مواقفها وذكرياتها. أنا بعد هالعمر هذا كله ما طلعت إلا بأنيسة. أنيسة هي اللي بقت لي، شلون ما تبيني أحاتي؟ أدري يا أمتي، أدري وعارف غلطها ومعزتها بقلبك. تدري يا مبارك، أنت الإنسان الوحيد اللي أنا أثق فيه، والدنيا علمتني وايد، ومن اللي صار لي خلتني أخاف، وما أعتقد اللي صار لي راح تشوفه حتى بالأفلام. عفوا عليك يا أمتي، عفوا عليك، بس الدنيا ترى بخير، والخير الحمد لله موجود. خير وينه؟ دلني مكانه خل اروح له. اي خير هذا اللي يخلي اهلي يتخلون عني علشان اخترت الانسان اللي ابيه؟ واي خير هذا اللي يخلي نوح اللي تحديت الدنيا علشانه واخرتها يغرقني بالديون؟ اي كان انا الحين موجوده في السجن لولا رحمه الله سبحانه وتعالى ووقفه الريال الله يذكره بالخير بلال. عموما يا مبارك، هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا انيسه. امتي ما خلفت كلام معك بصراحه. قول يا مبارك، وانت تدري بمعزتك عندي
ولا كان ما دخلتك بيتي وتكلمت معاك بكل صراحة؟ انت تدرين يا عمتي ان أنيسة ذكية وشاطرة متفوقة، واللي عنده مثل أنيسة ترى ما يخاف. صحيح ان بعض الناس تفسر تصرفاتها على انها غباء وجهل، لكن اسمحي لي يا عمتي، ترى انت السبب. انا؟ يا عمتي انت، احنا متفقين نتكلم صراحة. انا حميتها وحفظتها من الناس اللي برا، الناس من يعرفون هي من هي ومن بنته ومن امها، بس يبون الفرصه علشان يتقربون منها ويستقلونها المسكينه. وعشان كذي قدرتي توقفين على ريولك، لولا العقبات ما عرف المسرات. احنا ما نعرف ان احنا صح الا اذا طحنا بالغلط. يعني انا قلبي طاوعني اشوف بنتي تطيح عشان تقدر توقف؟ لا، بنتي بتظل مرتكزه وواقفه طول ما انا عايشه، وان بنت عندها اللي يغنيها يغنيها عن الناس وشرهم. يا مبارك، انا قلبت البيت وسويت كل شيء علشانها، وكل اللي تبي يوصل لقايت عندها، حتى الجامعه تركتها بشورها. تركت الجامعه يوم عيبوا عليها وقالوا لها هي الخبله. بنتي اعقل منهم، بنتي طالعه الاولى على الكويت، والخمه قالوا كذي لان اللي عندها مو عندهم. عمتي انا مش تعرف زين، احنا قاعد نسولف مع بعض عشان نلقى حل. الظاهر اني انا غلطت وفتحت معاك الموضوع. يا مبارك، انت قاعد اذنك للناس، ومع انك انت اقرب الناس لأنيسة وعارف ظروفها وطبيعتها. انا اسف عمتي، وهالكلام هذا انا ما قلته وتكلمت بصراحه الا ليش ان أنيسة تهم مثل ما يتهمك. الاهتمام، الكلمه اللي كانت فقدتها أنيسة، مو اهتمام الاكل واللبس والخدم والحشم، اهتمام الروح، الروح اللي خلتها تهتم بمبارك وكل تفاصيله. حتى ذيك الليله عيت العين تنام علشان تشوفها وتقول له مبارك. هل هل حدا 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 هلا أنيسة، شلونك؟ زين. انا شو مقعدش لي الحجز؟ شنو باكر اليوم مفتوح؟ لا باكر مو يوم مفتوح، باكر نفس كل يوم، بس انا ما نمت عشان عشان شنو؟ شنو هذا؟ كرام انت بخير، هذه هدية عيد ميلادك بعد نص ساعة، عيد ميلادك هابي بيرثدي. اوه صج، تعالي عيد ميلادي، والله انا كنت ناسي. انا ما انسى كذا عيد ميلادك. مشكورة مشكورة وايد يا احلى أنيسة بالدنيا. يلا يلا تصبحين على خير. يا أحلى أنيسة بالدنيا. عفوا، وتعلقت بمبارك زيادة، والشوق وهو اللي غير الحال ويبدلها من حال إلى حال. شلون تزهى أنيسة بعين مبارك بالشكل؟ ذهبت نفسها قدام المنظرة وكانت وايد مستانسة بشكلها ولبسها، تقول يمكن كذي يعجب مبارك، بس شلون بيشوفني؟ صورت روحها بتليفونها الجديد وقررت تطرش الصورة المبارك. وقعدت تنطر رد الحبيب.
قامت الدنيا عندها وما قعدت، وأفكار وايد براسها تبخرت من بعد ما قرأت. أنيسة، لا تتوقعين إني أنا من الشباب اللي ممكن يتعرفون على البنات المسجات. أنا بترى اللي يابلي الفضول، أعرف إن البنت هاللي بتعرف علي بهالطريقة وبهالسهولة. بالنهاية طلعتي أنت يا أنيسة، هذا بصراحة آخر شيء أتوقع. أنا أدري إن أنا مو نفس البنات اللي أنت متوقع إنك تكلمهم، يعني أنا مو دلوعة نفس نانسي عجرم ولا حلوة نفس هيفاء وهبي. أنت غير عنهم كلهم، أنت مثل أختي الصغيرة. مو صغيرة أنا كبيرة، أنت تدري كم عمري؟ هم بتتمين بعيني مثل أختي الصغيرة يا أنيسة. زعلتي؟ بتقولي حق أمك؟ أنيسة، عمتي سبيكة تثق فيني ثقة عمياء وتعدني مثل ولدها، وانتي تصدق فعلا تحبين مبارك، خليني آكل عيش، ما بي مشاكل أنا. فهمتي يبا؟ خلاص حطي ايدك بيدي وتعهديني ان احنا نتم ربع واخوان. خانت حيل يا أنيسة، المخدة هي الوحيدة الوفية اللي شربت دموعها وتواسيها، وظل مبارك بداخلها حتى يوم عرفت إن اللي تحبه مو من نصيبها. كلمت إدارة المستشفى. انتظرت اتصالك ومثل ما توقعت اتصلت. مشكور ما قصرت. شو أقول لك أنت؟ ترى باقي تليفوني. يلا الله يعوضنا خير. بس ودي عاد رامي، يعني محتاجتك بشغلة لو سمحت. تسلم ما تقصر.
كان زين لو تشوف لي رقم مجموعة أنيسة الكويتية. إيه تلاقي موقعهم على الإنترنت. ها؟ لا وين؟ هذا وين أعرف الكمبيوتر؟ مشكور ما تقصر. لا تنسى الله يخليك ترسل لي الرقم. طيب شلون؟ إيه أنا بالجناح. تمام دام إنك أنت قريب يلا حياك تفضل أنتظرك. طيب مع السلامة. يا بعد عمر نوم العوافج انت ما تقولين وراي ريال ما تحسبين لي حساب؟ انت بتصرفات هذا التدريج سويتي؟ طقيتي فيني بالطوفه، حشيمه ما حشمتيني. لا يا ابو شهد لك الكرامه والحشيمه بس. بس شنو؟ يبس يبس عظام العدو زين؟ عاجبك شكلك كذي قدام اخواني؟ عيب والله العظيم عيب، انا اصلا استحي عقب اللي صار، استحي طالع وعارف اخواني، ما اقدر احط عيني بعين احد. يبا دلال هي اللي بدت. شهد قولي خالتي دلال. انت يوس ولا كلمه ولا اسمع لك حس. عاجبك تصرف امك؟ يعني شلون تطقها وتسكت لها؟ انتوا ما ادري شلون بتعاشرون باكر، انتوا بتقعدون بيت واحد اللي هذا اول ينعفت علي صراحه. مالك الا طيب بالخاطر. ابليس وقص عليك. قص عليك ابليس؟ انت قص عليك ابليس يا الخيره يا المؤمنه يا المصليه والصايمه، ما تعرفين تكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا اقول لك سمعي، انت ويا بنتك ضبطوا حالكم، انا الحال المايل ما يعجبني، هذا بيت حموله ترى مو غشمره، ها؟ مالك الا اللي صار. سمعتي ايش قلت لك ولا ما سمعتي؟ ايه وانا قلت لك ايش فيك يا ابو شهد؟ قلت لك مالك الا اللي يسرك. خلاص انا ما راح اطلع من الجناح وبكف خيري شري عنهم. زين ادري. ايش في ابوك؟ ايش تراني يمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو يعني؟ شنو يعني؟ شنو افهم من كلامك؟ ايش تبين تقولين انت؟ لحظة، أنت قاعدة تهدديني، بالضبط أنت قاعدة تهدديني الحين؟ الحين وين راح الكلام اللي احنا اتفقنا عليه؟ ليش غيرتي كلامك؟ لحظة، أنا أبيك تجاوبيني على سؤال واحد، أنت شلون عرفتي إن احنا طلعنا من الشقة القديمة؟ ماكو شيء ينخش بهالزمن. المهم أنا برا عند الباب. ها؟ أي باب؟ باب فيلتكم. هذا هو مجموعة الأنسة الكويتية. إيه هذا هو. شوف لي عاد رقمهم وين موجود. بدك رقم التليفون؟ إيه رقم تليفونهم ضروري. الله يسامحك يا ست عزيزة، أنا فكرت فيك شيء يعني لا سمح الله صار لك شيء أو لل لا بس لأنه استغربت يعني من فريق فكرت فيه شيء. لا لا كنت أنا مناديتك عشان تشوف لي الرقم. يعني تعرف بعد ضاع التليفون وراحت عليك الأرقام شلون أتصرف؟ ما فيتني الفكرة إني أدخل موقعهم يعني. إيه اكتب لي الرقم. وهذا الرقم. يا سبحان الله. أنا راح أنتظر اتصالك عشان أتفق على موضوع الدورة. ان شاء الله يمكن بكره المساء مر عليك. ان شاء الله. اي زين ما تقصر. يلا باذن منك. حياك الله. اسمح لنا عاد. صباح الخير.
طفيت؟ ايش فيك سكتي جاوبي؟ ما فيني شيء قاعد اقول لك، اياد قلت لك مليون مره ما في شيء اسمه بالسر، وبعدين انت ليش ما ترد علي؟ ما ارد عليك لاني مشغول. ايش فيك انت يبا؟ انا ريال متزوج انت تدرين، عندي عيال، اذا انشغلت معاهم ايش اسوي؟ اشق روحي نصين يعني؟ وعلى انك مشغول كذي تقعد تطقني بالطواف؟ الحين روحي روحي يبا روحي روحي، وباكر ان شاء الله نلتقي ونقعد ونسولف. اياد انا مليت كل يوم باكر كتشف. ثلاث اشهر هم، ثلاث اشهر ان شاء الله، ثلاث اشهر وبيردون البيت. إيه ما يتاخرون، سافرين وبيردون ان شاء الله، الله يحفظك اختي. اي شكرا يا اخوي، انا اسف على الازعاج. يا اهلا وسهلا حياك الله، شرفتك. تفضلي. شنو هذا؟ شنو هذا الفوضى اللي احنا فيها؟ احنا يبون الناس يروحون لهم الشركه؟ يقول البيت ايش حقه؟ انا ماني ايش ماكو فتنيد، ايش داخل؟ استغفر الله العلي العظيم. شنو؟ اخوانها؟ ليش ما كلمتني وبلغتني؟ يا عزيزه حاولت اتصل عليك اكثر من مره، جهازك كله مسكر. حتى الشقه حاولت ادق عليها ما حد يرد. الو عزيز سمعيني؟ طيب خلاص اكلمك بعدين. عزيزة مبارك في شيء؟ عزيزة قاعد أسألك مبارك في شيء؟ خلي سيما، أنت لازم تعرفي الحقيقة. الحقيقة اللي كنت دائما أقول لهم إيش تقولها لك من زمان، بس كانت ترى أنا مو بنتها صح؟ يا يما افتحي ذولك عدل اسمي زين. اللي كنت خايفة من نصار. شنو عزيزة قولي؟ اخوانك اللي من ابوك يوس كانوا في البيت. اخوانك من ابوك نوح؟ انا؟ من ابوك؟ من عندي اخوان؟ سويه حرقني. أنيسة يما ايش فيك؟ لا تخوفيني عليك. يا يما سامحيني. لكن ودي أقول لك بس لا تلوميني. هذه كلها أوامر أمك. أمك كانت تبي تنسى كل شيء من صوب نوح. اسمها وعيالها خيرها وشرها. حتى احنا أصلاً نسيناهم من زمان، نسيناهم من أمر. بس ولا يهمك. كنت اخواني بالشارع عزيزه يوم الاثنين صح؟ الاثنين الجاي احنا بنكون بالكويت. وين نكون؟ الكويت ولندن والدورات وايد اشياء ناطرتنا. قصدك عن دورات تعامل مع الناس والاتيكيت صح؟ ما احتاجهم اصلا، انا شاطره ما احتاج هذه الاشياء. بس انا يا يما سويت كل هذا علشان هذا ما راح ينفعني. اذا انا ما تعلمت بروحي، ما وقفت بالمواقف بروحي، ما شفت الحياه بروحي، ما راح ينفعني هذا كله. ترى الناس ما يهمهم الجوهر،
بس يا ماما المظهر، وأنا الحمد لله سويت وجهي زين، أنا عاجبني أكيد بيعجبهم. بس إيش قاعدة تفكرين فيه؟ أنت شلون تسوي؟ ما أدري، ولا عمري دريت شنو بسوي، بس اللي أدري إن أمي كانت الله يرحمها تسوي عني كل شيء. أمي راحت ما بقى إلا أنتي، بس أنا بعتمد على نفسي هالمرة. تكي على رامي قولي لاني سو ما تبي الدورات ما تبي ولا شيء، قولي لها تبي ترد الكويت يوم الاثنين اليوم زين؟ يمر الأسبوع بسرعة، أسبوع واحد بس عرفت فيه أن أنيسة ما هي ذيك الصغيرة الونيسة، أنيسة غير وبراسها شور. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عزيزة. الله يسلمك يعافيك. هلا. أهلاكم طولتوا. تأخرت الطيارة بالبوت، شو نسوي بعد؟ يلا الحمد لله السلامة. الله يسلمك. ليه سوينها؟ امشي امشي بعدين نتكلم. وين؟ يلا امشي السيارة. يلا. تعطيكم ياكم؟ ايه كلا. يلا. سويت اللي وصيتك عليه؟ ايه. حجزت لكم سويت بالفندق وهذا حجز. خلاص ودينا على طول فندق. عزيزة ما تمشي دائما تطرش بالزفة، ماني فاهم ولا شيء. مبارك الله يهداك، احنا جايين تعابة، بعدين أجل كل شيء بعدين. عزيزة يو لك عجادني، قلت لك أجل كل شيء بعدين، عندك شيء أقوله بعقب. الله يهداك بس. بس عيل خلاص الوظيفة شيت فيها، انت بعت حاجتها؟ ايه على اساس ورتنا خير من الله. ها حبيبي فيصل لا تصدق اللي انت عايش فيه وتعيش الدور، ترى انيسه للحين برا وما رجعت، فما ندري شنو يصير باكر. شو السالفه يبا، هذا عناد ولا شنو؟ يا بعد عمري مو عناد، بس انا فهمتك من ايام الملكه ومن قبل، انا ما اتحمل الفراغ. او عاجبك تبين اكون نفس اختك خوله لا شغله ولا مشغله؟ خلصتي حبيبتي حبت كل السنين، الحين الوضع تغير مو نفس قبل. قبل كنا شويه فلسين، بس الحين انور اخوي يقول بنفسك اداره الشركه. يعني اللي يقول أنور لازم نمشي عليه ولا شنو؟ هي مو هذا لسان عاقل، أنت شعرفك؟ أي شون؟ بتمون بمدارسكم القديمة؟ لا 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 الحين إحنا لنا برستيج، كل واحد يعيش على مستواه. طبعاً الحكي هذا مو لي أنا فواد. لا أنت قبله. هو يماش فيك؟ أنا مسجلة بدورات خاصة. خير يا طير، طلعين منها. أول كنا على الحديدة، الحين
احنا اللي نشتري الحديد. لا عاد شوفوا يمه ترى انا دراسه ما ارد مالكم امل. تو انت غبي؟ اكو احد بالدنيا الحين ما عنده شهاده؟ الحين من عنده شهاده وفاهم؟ كلهم ما يفتهمون. يعني انت اللي تفهم؟ يبا تكفى شوف امي. وين رحت؟ وين وصلت؟ انا وعيالك قاعدين نتطاحن وانت ما تدري عنها ودارنا. اسمعيني لو شلت معاشي 980 بسنتين 24 شهر يصير المبلغ 23,520 زين؟ ناقص 300 دينار يعني ب 24 يصير 7200 يساوي 16,320 بالضبط هذا الحسبة اللي براسي ممتاز. أي حسبة؟ أي حسبة؟ أي مبلغ أنت شعلك تحكي؟ بشيل فلوسي وبخشها في البنك. لا والله؟ من وين بنصرف؟ شنو من وين؟ شنو السؤال البايخ؟ شنو من وين؟ مدي ايدك واخذي الخير في كل مكان. ايش فيك؟ ماكله؟ موجوده. لبس موجود، شرب موجود، كل شيء موجود. وصاله ما شاء الله يطرد فيها الخيل وحديقه. انتوا ايش تبون؟ بتطغون انتوا؟ ايش حق الفلوس؟ انت انسانه مؤمنه صح ولا لا؟ ان المبذرين اخوان شنو؟ الشياطين. ها؟ وانت صادق ابو شهد. الله ان شاء الله لا يعاقبنا ويعيننا على حمده وشكره. اللهم امين. وربنا قال واما بنعمه ربك فحدث، ما قاهروا نفسكم للنعمه. ايش تبين؟ يبا انا ورفيجاتي قررنا نشترك في النادي وابي اروح السوق وكذي. طالع بنت الفقر طالع نادي، هذا اللي عندك شنو هذا؟ مسبح اولمبيش كبرى ويمه مني على جنب في عندك صاله رياضيه كامله بعد شحقه؟ انا راتب ايش بيكفي؟ ايش بيكفي؟ ايش نادي؟ ايش في تطلعتي؟ الحمد لله يلا من فضلك، 1300 وين تروح؟ شو ما قاعد تروح؟ وين اللي قاعد اصرفه عليك انت وبنتك بعد وين تروح؟ يعني لا تقعد تطالعين شيء، لا تحققين معاي انا. يا جماعه اياد فيصل اليوم على الاربع نروح الشركه نشوف ايش لنا ايش علينا نقعد مع مبارك ونشوفه بعد. اقول اخوي يعني روحتنا ضروري. يا اخوي عاد لا تكسل انت. اتعب اليوم وارتاح باكر. اقول ابو فواز انا اقول ما له داعي نروح ونرد دور، خلينا هني ونقعد بعيد عن الشركه ولوت الشركه ونعرف نتفاهم وياه. يا عياد خليه يرد علينا بالاول هو، كم مره دق عليه ما يرد. ليش اخوي هو وين فيه؟ كنت معاهم. من اول ما قال لي محبوب وانا معاهم، نشفوا ريجي اسئلتهم ما تخلص، بس ترى ماني فاهم شيء عزيزه. هذيل فعلا اخوانها؟ اي نعم اخوانها. شلون؟ فهميني. اخوانها من ابوها. عمي نوح الله يرحمه كان متزوج قبل عمتي سبيتشا. وعمتي سبيتشا لما شافتها لما كان موظف عندها بالشركه حبتها و وتزوجها. شنو؟ نوح؟ تتزوجين نوح؟ يمه ايش فيها؟ زواج على سنة الله ورسوله. لا والله اكيد انت ينيتي، اشوف لا عادات ولا تقاليد، حطيتي لها اعتبار. يمه الحلال والحرام هو اللي بنحط له اعتبار، بس شيء ثاني لا. شب يلا شب ما ابي اسمع صوتك، انت على بالك ابي تزوجك كذي؟ ليش انه يحبك؟ هذا طمعان فيك وبفلوسك. يمه بس كافي، خليني اتزوج اللي انا ابيه. هذا اختيارك نوح المراسل. عيالك برها واسمنها حولنا، ما لقيت الا نوح هل طايح الحظ؟ سمعيني عدل، ان صار وتزوجتي لا انت بنتي ولا عرفك، سمعتي؟ يمه انا اسفه، انا بتزوج اللي قلبي اختاره. وانا بعرف مرته وعياله شلون؟ وين الغلط؟ اخواني بتشوفون بيقعدون مع بعض، ليش تبين نمنعهم؟ عزيزه الموضوع فيه انه انا كل اللي عندي قلت لك، راسي يعورني وما فيني شد على الكلام، خليني اروح. زين انيسه وينها؟ ماني شايفها. وتعالي قولي لي البنت اللي ردت معك من لندن من هذه؟ عزيزه انت من قلتي لي بسافر لندن وانا عرفت انك بنتي خاليه. قولي لي ولا ما يحق لي اعرف. وانا انيسه. وانت الوحيد اللي بس لازم تدري بهالشيء لانه ما يصير نقول حق احد. اعتقد تدري ليش ولا نسيت الوعد اللي كان بيننا؟ أنيسة هلا اخوي انور. هلا اخوي.
شو السالفه مو معطينا وي انت؟ شو السالفه؟ يا مو ملقينا وي كلش؟ كل ما ادق لك جهازك مغلق. انا بعرف شلون حاطينك محامل الشركه. يبا مشغول. لا هي شوي مع الاهل، خير في شيء؟ ما علينا، المهم انا واخواني ناطرينك في البيت. على الاربع كذي تقريبا. حاضر. على خير. فامان الله. شو ابي انور؟ ما ادري، يقول بيقعد معايا اكيد بيكلمني عن تركه عمتي سبيك الله يرحمها، اكيد ما عنده شيء ثاني هو. وباي حق هذا يسال وينبش على التركه وغيره؟ ها؟ ين هذا ولا شنو؟ عزيزه ايش فيك الله يهداك؟ هدي هدي، الموضوع ترى وايد ابسط من كذي. احنا للحين ما ندري هم شنو يبون، نشوفهم شنو يبون وذيك الساعه ان شاء الله يصير خير. علشان ما تلومين عمتي سبيك الله يرحمها فيهم، هذيلا ما يو تقربوا الا انهم طمعانين، يفتكرون يقدرون يضحكون عليك ويكوشون على كل شيء، ياخذون كل اللي يبونه. واحنا ايش درنا؟ ما شفنا شيء بعيننا. كل هذا ما شفت شيء. ايه ما عندنا دليل. انيسه ترى للحين ماني فاهم شيء، ممكن افهم؟ راح تفهم راح تفهم، ولا كان انا ما دقيت عليك وقلت لك تعال هني؟ بس ها هذا الشيء يتم بيننا احنا الثلاثه، ما يطلع من بيننا احنا الثلاثه، واي شيء بقوله لازم تسوونه زين. ان شاء الله.